اليوم نحن بصدد مناقشة مذكرة تخرج ماستر تحت عنوان روبورتاج مصور حول السياحة الحموية، روبورتاج مصور حول حمام ولاد حلة ببرج بوعريج، بعد مسيرة عامين متتاليين من العمل والجد والمخابرة، ونحن من طلبة الماستر نظام كلاسيكي. خرجنا من الجامعة في 2011 ورجعنا في 2022، بعدين انقطاع دام حوالي 10 سنوات. ها نحن نعود من جديد، الحمد لله، من جديد وبالجديد، يعني نعود من جديد وبالجديد كما قلت. اليوم يوم مناقشة، تشوف كما قلوا قليل من التوتر والاضطراب كما قلوا العادي، عصبنا هذه اللحظات لازم يكون ترتيب أسباب قبل البداية إن شاء الله الانطلاق. إن شاء الله نتمنى تكون انطلاقة موفقة وتكون انطلاقة لأعمال جديدة. بداية إن شاء الله كما قلت نتمنى النجاح في مسابقة الدكتورة. سبعي بصري هو عبارة عن ريبورتاج مصور. هذا الريبورتاج المصور يسلط الضوء على واحد من المراكز السياحية اللي صح التعبير بمتعلق بالسياحة الحموية. نعم، بمتعلق بالسياحة الحموية في أحد المناطق المتواجدة في فرات مدينة برج بوعريج. طبعا هذا العمل سوف يسلط عليه الضوء في هذه الرسالة الصباحية من أجل معرفة ما وفق فيه الطالب، وممكن جدا ما لم يستطع ولكن لم يأتي على خاطره أنه يتناول بعض الجوانب الأخرى. طبعا مباشرة يجب لك في 5 دقائق لتقديم الموضوع مباشرة. نشوف الآن. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يسعني أن أرحب باللجنة المناقشة وأشكركم على قبولهم على مناقشة مذكرة تخرجي، كما أشكر الأستاذ المشرف على كل المجهودات التي قدمها لي في إنجاز هذه المذكرة، كما أشكر الحضور الكرام على قبولهم الدعوة لحضور مناقشة مذكرة تخرجي. اليوم نحن بصدد مناقشة مذكرة التخرج بعنوان ريبورتاج مصور حول حمام إبي نادن بين قوسين ولاد حلة ببرج بوعريج، لنيل شهادة الماستر في علوم إعلام الاتصال تخصص الاتصال وعلاقات عامة. فكرة الموضوع، من خلال الدراسة التي أجريناها بعنوان ريبورتاج مصور حول حمام ولاد حلة ببرج بوعريج، والتي أردنا من خلالها أن نتعرف على المركب السياحي حمام ولاد حلة والحديث عن طريقة تصميمه لأول مرة والتصميمات التي مر بها عبر الزمن منذ بداية تشييده إلى يومنا هذا، ومزجه بين الأصالة والمعاصرة، وكذا إبراز الجمال الطبيعي للمنطقة التي يتواجد بها والتأثير الطبي للمياه الطبيعية التي تنبع من ينابيع الجبال التي تعتبر شفاء للعديد من الأمراض المزمنة، مما جعله قبلة للعديد من السياح من مختلف أرجاء الوطن وخارجه. اعتمدنا في دراستنا هذه على الريبورتاج الذي يعد أفضل وأصدق وسيلة للتعريف بالحمام المسمى ولاد حلة وإبراز صورته الجمالية ومنافعه الطبية من خلال نقل الأحداث صوتا وصورة، وذلك باستخدام مقابلات من أجل دعم الموضوع أكثر. نعم. قرية ولاد حلة بلدية إلماين شمال ولاية برج بوعريج، يعود تشييده إلى عدة قرون خلت، حيث كان عبارة عن حوض مائي على الهواء الطلق، تم بناؤه من طرف الأتراك الذين استوطنوا في المنطقة في تلك الحقبة الزمنية. القوم يبدون أسرية
إلى غاية القرن العشرين أين تم إعادة بنائه من طرف المسير الحالي الذي عبد على تطويره بالتقنيات الحديثة دون نسيان النمطي التقليدي في طالبات تشييد، فأبقى على القابع المعماري الذي تتميز به المنطقة جدران بالحجارة وسطح بالقرميد يتوسطهما حوض مائي، جداريته الخلفية عبارة عن زجاج مطل على غابات الصنوبر في مشاهد لن تراها إلا وأنت تزور هذه المنطقة. يتوافد إليه السواح من مختلف الأعمار ومن ولايات الوطن لما له من مناظر سياحية جذابة ومنافع صحية لمختلف الأمراض وبالأخص الأمراض الجلدية والعظام. القائمون على هذا السرح السياحي الهادئ عملوا على توفير ظروف الراحة للسواح من مبيت ومأوى، حيث يتوفر على أحواض جماعية خاصة بالرجال وأخرى مخصصة للنساء، كما يوفر غرفا فردية. ولهواة السباحة مسبح مائي يتسع لخمسين سباحا. إذن هي مقومات سياحية تقليدية ومنافع صحية جعلته يحظى بشهرة واسعة على الصعيد العالمي ليتحول إلى كنز سياحي. مطالب هي تكون في مجال مختلف، وهي تقف إلى مجال ثاني أو مجال ثالث أو ثم ينجز عمل سن بصري أو ما قبل كثير من الطلبة. هذا يعني واحدة من الحسابات التي تحسب للطالب. نقول حال هذا العمل في مدة تعود؟ سبع دقائق ونصف. فيه ما يقال، وهذا ملاحظة التي سوف تأتي بها لجنة، هي تجي فقط تصويب. طبعا هذا العمل كان تحت إشراف الأستاذ الدكتور يحيى تقي الدين. على كل حال الأستاذ يحيى تقي الدين من سنة 2020 هذا مش عارف جاك الحظ، كنت محظوظ انك اشرف عليك استاذ. كيف راح حكمتونا؟ هو صاحب الفضل كي يرجع من الجامعه هو يسجلني في المرض وليس لك هو شوف ماذا بديت يعمل. اذا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين صباح الجميع. حقيقة ذكر الطالب في مقدمته الأولى جزيل الشكر والتوفيق للأستاذ المشرف لإشرافي على العمل والإعانة، وللأمانة أنا لم يعني أتعب على الإطلاق بالإشراف على العمل. كان سلاسة، كان فيه سلاسة، كان فيه رؤية واضحة لإنجاز العمل. في حقيقة التحدي ذكره السيد الأستاذ ناجي أن يتوجه الطالب اليوم تخصص الاتصال بالعلاقات العامة إلى إعداد عدة نماذج أخرى مثل الروبورتاجات أو الريبورتري أو التحقيقات الصحفية،
وغيرها من الأعمال حتى يتم تسويق المكتبة السمعية البصرية هي القسم والجامعة بمثل هكذا الأعمال. وإلقاء الضوء على بعض المواضيع التي نوقشت هنا في هذا الاستوديو أو في محطات أخرى للسمع البصري نرى بأن القنوات الإعلامية سواء العربية أو الوطنية كان لها اهتمام بهذه المواضيع لكن بعد فترات من الزمن. والدليل على ذلك مثل هذه المواضيع نجد فيها ربما نوع من التغيير والحضور الإعلامي في بعض المحطات، لكن نجد هناك الحس الاستشرافي لدى الطلبة من خلال معايشتهم أولا للواقع ولأنهم أبناء بمعنى أبناء الحدث الإعلامي ويحاولون كل مرة تسويق هذا الحدث في صورة تلقى مثل ما هو موجودنا عند الأكيد نقائص تقنية خاصة بعد طالب كان يعتمد على مهاراته وإمكانياته الخاصة في هذا المجال، وبالتالي سنجد هناك بعض المحطات التي يمكن أن نضيء فيها من خلال ملاحظة التي يقدم فيها السادة الأساتذة، وهذا هو المطلوب اليوم. طالب العلاقات العامة ينبغي له أن يحتك بنماذج السمع البصري، وطالب السمع البصري ينبغي له أن يحتك بالوسائل الجديدة، وينبغي له أن يحتك بالعلاقات العامة وغيرها. بمعنى اليوم نتحدث عن الصحف الشاب ونتحدث عن طالب الشاب. طالب الذي يتحكم ويتمكن تكون أبجديات العمل الإعلامي، لأنه تحدث العلوم الإعلامية التي صار بصفة عامة، الطالب اليوم هو الذي يقوم بالتسليم ويقوم بالتصوير ويقوم بالإخراج ويقوم بالتعليق ويقوم بالعلاقات العامة ويقوم بالتحرير الصحفي. نحتاج هذا الدور من الطلبة حتى نسوق أنفسنا والجامعة الجزائرية محليا ووطنيا. شكرا جزيلا سيدي. إذا شكرا للأستاذ طارق القديد على هذه الكلمات في طالب في التحدي الذي رفعه من أجل الاستكمال وبيتنا في السمعي البصري. طبعا العمل الذي شاهدنا الذي تدعم مدار السلاطين بس سيتفضل الأستاذ الدكتور مدار التطوير بعض الملاحظات في صحة التعبير فيما يتعلق بما غاب عن الطالب ما له وما له. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا الوالد زملائنا فاضل أعضاء لجنة النقاشة أستاذ غزال عبد الرزاق رئيسا لهذه اللجنة والأستاذ يحيى طيبين مشرفا على هذا العمل. أتمنى يفوتني أن أرحب بحضور الكريم أهل الطالب الذين كبدوا عناء وشقة التنقل إلى ولاية الإسيرة، فأقول لهم أهلا وسهلا بكم في جامعة محمد الرياش. كما أرحب بقضية الطلبة والحضور الذين يشاركوننا هذا الموعد العلمي. دائما العمل المقدم قبل قائد مندوشة هو في شكل ربطة المصور، سوف أكون مختصرا ومركزا قدر الإمكان من أجل هذه الفعالات. شوفوا أول شيء أنا متجه دائما هو عنوان الرباطاج في رحاب أمام أولاء الحالة. الآن نشوف اللي عنوان أقل من الرباطاج وأقل من الموقع الذي تم تصويره. دائما عندنا على مستوى نظرية أنواع الصحفية، عندنا أنواع الرأي، عندنا الأنواع التعبيرية، عندنا الأنواع الإخبارية. الآن في الروبوتاج رأنا في الأنواع التعبيرية أين يتم التركيز بها بشكل كبير جدا على طبيعة اللغة المستخدمة. حتى في اللغة التعبيرية هناك اللغة التعبيرية في الروبوتاج المكتوبة، هناك اللغة التعبيرية الخاصة بي سمعي بصري. لذلك كان يمكن صياغة عنوان أفضل خاصة أنه الحمام أو الموضوع الذي يتكلم عليه يقع ضمن مفهوم السياحة الحموية. كان من الممكن حمام ولاد الحالة لؤلؤة السياحة الحموية ببساطة. لماذا؟ لأنه في اللغة متسع من أجل التعبير. دائما الشيء الأساسي في أنواع التعبير خاصة الروبوتاج أننا نرسم بكلمات. أنا دائما طلبة سوينشر عليهم ولا ينقشون ركزوا على النقطة، نقطة مهمة جدا في اللغة، لأن اللغة هي التي تستدعي جمالية الموقع وتستدعي سحر الموقع وتستدعي أيضا تجربة الموقع. النقطة الثانية دائما نشوف قناة اللي معروفة بوقت السمع البصري أطول من أقنية أخرى، لذلك نحتاج إلى كثافة على مستوى القاموس التعبيرية ولا في السمع البصري. أنا على سبيل المثال كما قلت جماعة هذوك في أحد المحطات والمقال أن هذوك جماعة ربعة اللي يتكلموا الوقاية خير من العلاج وما تنفعش على بالك كيكملوا عطيت مريح نتايا معاهم وسكتوا هما. على باليش علاش ريحت معاهم؟ لأنه علاش؟ لأنه وليت تملى الوقت. أنا دائما طلبة نصحهم يديروا فكرة 13 ماكسيموم واضح باش ما تبقاش المقابلات وباش ما تبقاش الموسيقى التصويرية تكون زايدة باش عمر تجاوز تكون عمر فراغات. انتم ما حسيتوا بها وعلاش طولوا في الموسيقى وعلاش طولوا في ليزانترفيو في المقابلات؟ من أجل ماذا؟ من أجل من هذا الفراغ
وطبيعي يكون موجود هذا الفهم هذا لانه كان هذا الاحساس ونشوفه في فجر من السبع صافي فلان يكونوا تفرجوا في فيلم لاكسيا ولا في حاجه وبعد يجيبونا في شهر على الرغم من الوقت الواجهي استعفى في شهر لكن تحسون طويل لان دار طويل وتقلقوا صح لذلك دائما الطلبه لماذا يبدأون الروبوتاج مش بالمده لو الروبوتاج باحترام معايير تقنيه الخاصه بانتاج روبوتاج معين تفريط كل ما قلت المده كل ما راح تكون مراكز كل ما راح تستثمر في اللغه اكثر وكل ما تكون عناصر الاعلاميه تاعك تغطي المدد ولا المدريات الخاصه بفنرات هذا الروبورتاج نفس الشيء بالنسبه لي هذه ظاهره يعني يشاركوها طلبه كامل وبان لي ماشي غير ازمه في الجامعه لانهم عندنا علاقه بحوايج بزاف الفقر اللغوي يعني حبينا ولا كرهنا رانا نعيشه بجميع مستوياتنا العلميه حتى المستويات الاكاديميه العليا حتى لماذا بسبب التكنولوجيا بسبب نظام التوجيه والتعليم في حد ذاته وبسبب وضع تجربه التعليم والتقنين اللي يخلي التعليم نوع من الفاست فود ولا من الجوعات الخاصه بالمعلومات وليس بالتكوين العميق لذلك نشوف دائما ايضا هذا الفقر اللغوي اللي موجود على مستوى التعبير قياسا لتخصص طالب وقياسا لما تقدر به السيد المشرف بانه تم اعداد الروبوتاج بامكانياته الخاصه وبقدراته الخاصه روبوتاج جيد باستثناء الملاحظات البسيطه التي قدمناها روبوتاج كان جيد وان اقل بعض تقييد بعض العناصر الخاصه به تركت الحمام هذا وراح نتكلم عليه عنده هذه الاهميه وعنده هذا كان قادر يدرك احصائيات ستاتستيك على الليالي الفندقيه اذا كانت هذه جهه ما كانوش نشر عليها ثاني من الناس من يبدون رساله العدد تاع الليالي الفندقيه على بالك في الاحصائيات تاع السياحه دائما باش يحسبوا تحسبوا في الليالي ولا الغرف المشغوله معدلا تشوفوا فوالا كون قادر تمد لنا هذه المعطيات مادام وصلت حتى تما وزيد الربط الاساسي في الروبوتاج تاعك تربطوا بالسياحه الحمويه تفضيل جماليه الروبوتاج ما يفيش انه يتناول الدفعات الاقتصاديه والاجتماعيه هذا النوع من السياحه وهذا النوع من المراحل هذا باختصار شديد ما اردت تقديمه ما كانش استثمار كبير سلم لقطات اللي خدمت بهم على مستوى روبوتاج الاصابع ما عدا في الاول كما كنت صورت في الجبال هذوك بانوراميك كانت مليح سلم لقطات كنت موفق في اختيار اللقطات لكن فيما بعد مشيت اللقطات القريبه والمقربه جدا ماشي نوعا ما خليتها للبانوراميك اللي راح تعكس هذا المام بالنسبه للزوايا التصوير رابصة وما إلى ذلك لكن على العموم الروبوتاج جيد الموسيقى فقط الموسيقى طالعة شوية نوع من نوع من الروبوتاج لا 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 ما تبداش خطأ يعني ما يسمعوش الكابينة لا ما يسمعوش من الكابينة لا يسمعوا بس عدد الموسيقى والموسيقية اسمع الموسيقى اسمع الموسيقى عندك روبوتاج مش فيديو كليب تاع موسيقى أنا زي مثلا قلنا أنتم ما يسمعوش هو يعجبونا هذا فقط مجمل الملاحظات التي ارتديت تقديمها على عجلة وفي الكلمة دائما أجدد ترحيب الحضور الكريم ولجنة الكريمة وفي الكلمة من السيد الاستاذ المناقشة جدا مشكور أستاذ توضيحات التي صبرت في قدم الفرقاش مهمة لم توصفك في مقتل الحمد لله ولا يعني على كل حال كان هلال جابي العمل شفته في المكتب هو هلال مجموعة الموسيقى حتى ضيع العمل تاعي أول حاجة يعني ملاحظة واضحة يعني ما حتى غير المتخصص تظهر وقي برر انه لمسه فنيه لمسه فنيه لا الامور الامور الفنيه واضحه الامور الفنيه واضحه يعني العالم كان ظاهر في ان الموسيقى طبيعي جدا ثم انه المؤسسه السياحيه يعني في الحقيقه تحتاج عمل احسن منها بالنظر الى خصوصيتها ودورها السياحي في نحتاج في التصوير وكيف تعتبر حتى في الترجيع في المستوى في الحمام شويه نروح عندنا احنا مشكله هذه هي هذه مقابلات عجل لا حتى المسؤولين عن المسؤول عن المؤسسه هذه ما ظهروش بزاف حتى في نهايه فقط في نهايه العمل من المفروض تبدا به وتكمل به معليش خليته انت قزمت الحجم تاعو عطيتها في شكل الزوار في حين الهامش تاع اللي ما تهضرش فيهم خلاص على هذا الشيء ما حتى موجود سوتيتراج تاع الشخصيات هذه ما مقابلتش الاخر كنت قادر تدير زائر كنت قادر تدير مدير لا صحيح 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 لا ص
الاستاذ طبي رشيد هو واحد من الموثقين السبعيين البصريين في ولايه مسيح، يعني لا توجد مناسبه أو عندهم مظهر ديتهم اليوم وكذا، وصاحب قناه يوتيوب يعني مشهوره جدا بالحضور دائما الانشطه تاعنا، كل انشطه سوا في الجامعه في المؤسسه الثقافيه المؤسسه السياحيه دائما الاستاذ طبي رشيد اللي هو استاذ متقاعد للغه الانجليزيه حاضر دائما في كل الاعمال وفي كل المناسبات، مشكور جدا على حضورك اليوم ورحت تسمع لكم صراحه محظوظ انك جيت الاستاذ يوسف بارك الله فيك. كان هلال تسمع لك كلمه هذا محضر مناقشة لمدربة ماستر في تخصص الاتصال والعلاقات العامة لقسم علوم الاتصال. إذا بتاريخ 3 من شهر جوان العام 2024 على الساعة 11 صباحا في الاستوديو السمعي البصري تمت مناقشة مدربة التخرج في تخصص الاتصال والعلاقات العامة لماستر الجنين، قدمها طالب المشاة إلى واحد من المشاغبين في هذه الفكرة. إذن هذه المذكرة اختير لها عنوان في رحاب حمام أولاد حمام، عبارة عن مونتاج مصور. تمت مناقشة هذه المذكرة من قبل لجنة موقرة للسيد غزال عبد الرزاق الأيصل، أستاذ الدكتور يحيى تقييدي مشرفا، وأستاذ الدكتور مقرى عنوان ممتحنا. إذن بعد المداولة السريعة والمناقشة العالية المداولة السريعة اتفق أعضاء لجنة الاتفاق التعامل كاملة لمنح الطالب شهادة ماستر في علوم الإعلام والاتصال في تخصص الاتصال والعلاقات العامة بتقدير ممتاز والعلامة 18/20. واش تقول الان انك حققت مرادك؟ واش تقول الحمد لله اللي كنقولوا وفقنا ربي سبحانه في مناقشه مذكره الماستر تاع عمر في حد حمام بلاد حلا. نقدم تشكراتي لاعضاء لجنه المناقشات الاستاذ مشرف الدكتور يحيى تقي الدين، الاستاذ غزال اسقيسم، الاستاذ المناقش استاذ بوقراء. نقولوا كثر خيركم بارك الله فيكم، ان شاء الله كل مره نجيكم هنا. الحمد لله نقولوا شكرا لك.